طيب جملة اليوم راح فيها شرح المضارع البسيط. طيب عندنا هنا ضمير الفاعل اليو، أنت، أنت تلعب التنس. لنا قاعدة المضارع البسيط، إذا جاء ضمير الفاعل أولا لازم يأتي بعده على طول الفعل الرئيسي على شكله. فمثلا play هو الشكل الأساسي للفعل فيبقى على حاله فلن يتغير. إذا جاء نحن نلعب التنس فأيضا يبقى الفعل على شكله الرئيسي، وإذا جاء أيضا they هم يلعبون التنس يبقى الفعل على شكله الرئيسي. طيب نتعرف إنه متى يكون المضارع البسيط، متى نستعمله في اللغة الإنجليزية. نستعمله في الأفعال الاعتيادية، هي habitual actions، الفاكس هي الحقائق، وأيضا عبارات عامة باستخدام المضارع البسيط. أوكي؟ فأكثر شيء نهتم أنها تكون عن الأفعال الاعتيادية وتكون عن الحقائق وتكون عن حقائق الشخصية، فهكذا نعلم إنها عبارة المضارع البسيط وهذه قاعدتها. فهنا أيضا أنا أعيش في الشقة، I ضمير الفاعل، live هو الفعل الأساسي على شكله، ثم اكتمال الجملة I live in a flat، I live in a flat زي ما شرحنا في السؤال الأول. هنا هنفهم قاعدة don't. قاعدة don't هو الفعل المساعد. طيب هنا إذا جاء ال I يعني الضمير الفاعل I و you أنت أنتم أنتم أنتن we نحن they هم زائد الفعل المساعد don't زائد تأتي معها الفعل الرئيسي أو الأساسي مثل use أو don't أو want. تمام، go بمعنى ذهب، use استخدم، want أرغب أو يريد. طيب تمام، فهنا مثلا في المثال رقم 3 my parents يعني إذا ذهبنا إلى ضمير الفاعل يعود على they don't use a computer يعني هم لا والدي لا يستخدمون جهاز الكمبيوتر، فتأتي هنا قاعدة الضمير الفاعل they زائد don't زائد الفعل الأساسي هو use. أتمنى عجبكم الدرس، وإذا عجبكم أعطوني لايك والاشتراك، ومع السلامة.